لحد سنة 1895 كان اليهودي هو المنبوذ في العالم. من تاريخ قديم لحد سنة اختراع السينما كان اليهودي شخص منبوذ جدا. ولعل أصدق مثال على اللي أنا هقوله دلوقتي رواية اسمها تاجر البندقية لشكسبير. ما فيش بقى بعد شكسبير في الدراما يعني. هذا الرجل عمل رواية اسمها تاجر البندقية، قايمة كل الرواية على تشايلوك التاجر اليهودي اللي الراجل بيتعذر في فلوس عنده فيقول له وتديني فلوسي بعد قد ايه، فيقول له بعد كذا، وبعدين يقول له طب ولو ما ادتنيش فلوسي لو اخرت اخد لحمك. وفعلا الراجل الغني اللي خد الفلوس ده، يعني اللي اتعذر ده وخد الفلوس ما يعرفش يسدد، فيقف قدام المحكمة فاليهودي يقول عايز لحمه اللي هو تشايلوك ده. فكانت صورة اليهودي في الادب والسينما وفي المجتمعات كلها صورة منبوذ، واحد بمناخير عاملة كده، لابس لبس وكريه جدا والى اخره. يعني لما جت السينما، لما تم اختراع السينما تحولت هذه الصورة تماما وحل مكان اليهودي ده المسلم او العربي تحديدا، يعني عربي مسيحي ومسلم زي ما نشوف دلوقتي حتى المسيحي في القصة يعني. فاصبح العربي والمسلم هو اللي مكان اليهودي، لدرجة ان ألبرت أينشتاين سنة 1950 له مقولة مهمة جدا، قال انه القائمين على النظام في هذا البلد مش هيبطلوا حروب، واذا تخلصوا من السوفييت والشيوعيين سيتجهون الى العرب والمسلمين او اليابانيين. ده أينشتاين، وأينشتاين طبعا كان يهودي، فهو كان مدرك هذا الرجل ان صناع السياسة او اللي اسسوا الولايات المتحدة الامريكية بيبحثوا دائما عن عدو، وهذا العدو بيحطوا فيه كل الصفات بقى اللي انت عايز تقوله. لما جات اختراع السينما وبدأت تنتشر، ادرك اليهود في العالم ان السينما مهمة، واحنا طبعا كنا في البلالة، مش احنا، المصريين برضو جيروا السينما، احنا كان عندنا تجارب سينمائية عظيمة في الوقت ده، لكن بشكل عام العرب طبعا كانوا في البزراميت يعني. فادرك اليهود اهمية السينما. لكنك تتخيل من أصل 8 شركات في تاريخ السينما في الثلاثينات كان في 7 منهم يهود. تخيل 7 شركات من اللي بينتجوا سينما في الثلاثينات كانوا يهود. عايز تاخدهم أجيبهم لك، خد عندك. أنا جايب من دراسات مش من تاريخي، مش بألف، خد عندك. شركة مترو جولدن ماير اللي هي MGM بيملكها أسرة ماير اليهودية، وكان بيرأسها اسمه كاريك كوركوريان وفرانك مانشو، ودول يهود. شركة وارنر بروز اللي هي وارنر برازر دي بتملكها أسرة وارنر، أخوين وارنر، وبيرأسها يهوديين، واحد اسمه ليفين وواحد اسمه ستيفن روس. عارف وارنر دي أنتجت إيه؟ كوارث. عارف مترو دي كان ليها سينما في كل حته في العالم، عندنا في مصر سينما مترو تتبع الشركه اللي هي اولها اسد بي دي بيهود. وارنر دي بقى افلام كوارث يا معلم، خد منها بس على سبيل التذكار دلوقتي مثلا كليوباترا بتاع اليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون. يونيفرسال بيكتشرز دي اليهود متحكمين فيها بنسبه 2%، بيرأسها واحد اسمه سيدني تشاينبرجر وتوماس بلاك، ما هم يهود برضه. كولومبيا برضو اشتراها واحد اسمه جون بيترز وبيتر جيربر، ودول يهود. في الثلاثينات 8 شركات في العالم واي ار كي وغيرهم كانوا بينتجوا سينما في العالم ويغرقوا الدنيا سينما، 7 من الشركات دي يهود. هؤلاء العظماء اليهود، العظماء بالنسبه لليهود مش بالنسبه لنا، استطاعوا ان هم يعملوا حاجه عظيمه جدا، يخلعوا صوره اليهودي المنبوذ النتن الجشع البخيل ويحطوا مكانها صورة العربي. طيب